أما المترشحة لويزا حنون فقد نظمت بدورها تجمعا شعبيا بالمدية حضرته عن التلفزيون إلهام عاشير. عادت لويزا حنون في حديثها إلى سنوات المأساة الوطنية ومن جر عنها، مذكرة أنها كانت من الفاعلين السياسيين الذين ساهموا في حل الأزمة التي كانت تعيشها البلاد. وأنا عندي الجرأة باش الملفات العالقة تاع المأساة الوطنية، كل الملفات يتم معالجتها ما بين الجزائريين. لهذا السبب أنتم تتذكروا أنا جيت ونشطت تجمع في 2005، ناديتكم للتصويت لصالح ميثاق السلم والمصالحة، ولكني أنا صادقة ونزيهة، قلت لكم للي حضروا آنذاك بلي هذا الميثاق ناقص ومتناقض ولازم فيما بعد نصحوه ونستكملوا هذا المسار، قلت لكم لكنه مبادرة جزائرية محضة اللي تغلق الباب أمام التدخل الخارجي. أنا رحت وحضرت هذاك اللقاء في روما ما بين الجزائريين بكل مسؤولية، وأنا أفتخر بالدور اللي لعبته هناك، لأنه لولا حضوري في هذيك الندوة لتم تدويل الأزمة الجزائرية ولفتحت الباب أمام التدخل الخارجي، لأنني رفضت أنه يكون نداء موجه للأمم المتحدة أو القوى العظمى، ورفضت أنه يحصل اتفاق حول تقاسم السلطة. قلت أنه هذوما شرطين، أنا ما يمكنش أبداً أني نوافق على هذا النص إذا كان حطيتوهم، لأنه الحل يجب أن يكون جزائري حصرياً. كما تطرقت المترشحة للرئاسيات إلى الوضع السياسي الراهن وما يميزه من حراك مؤكدة رفضها القاطع لدخول البلاد في مرحلة انتقالية. أطراف تنادي لمرحلة انتقالية، نحن لا نشاطر هذا الرأي، أنا أرفض هذه الفكرة لأنها حمالة لمخاطر كبيرة. هذا الفكرة تاع المرحلة الانتقالية، الرئيس أوباما في جامعة القاهرة في سنة 2010 قال من هنا فصاعدا في البلدان العربية يجب أن نؤسس لمراحل انتقالية نحو الديمقراطية المزعومة. ثم لاحظتم المجلس الانتقالي في سوريا كيف يساهم في تدمير بلاده وأعطى الأمان للكيان الصهيوني. وفي سياق متصل دعت لويزا حنون إلى المشاركة بقوة في هذه الاستحقاقات لإحداث تحول ديمقراطي سلس.